بالرغم من مرور 90 يوما على تقديم الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وحصول عشرات الملايين على اللقاح، فإن هذه اللقاحات لا تزال تثير الجدل والخوف لدى كثيرين. منذ 14 ديسمبر الماضي تلقى 350 مليون شخص حول العالم جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المتداولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا. اللقاحات المتداولة هي تلك العائدة بشكل رئيسي لشركات فايزر، بايونتك وموديرنا وجونسون أند جونسون الأمريكية وسينوفارما الصينية وأسترازينيكا البريطانية، بالإضافة إلى سبوتنيك 5 الروسي، في حين يتوقع يسلك لقاح نوفافاكس الأمريكي طريقه إلى الأسواق قريباً. بحسب منظمة الصحة العالمية مشاهدين وهيئات الصحية الأخرى، فإن هذه اللقاحات أثبتت سلامة عالية خلال شهور تداولها، حيث وصفت أعراضها الجانبية بالخفيفة جدا، في حين لم تسجل وفيات مرتبطة بها بشكل مباشر. لكن نظريات المؤامرة المتعلقة باللقاحات عادت لتطفو على السطح من جديد مع إعلان الدنمارك والنرويج وإسلندا وإيطاليا تعليق التداول بلقاح أسترازينيكا بعد الشك بتسببه بجلطات في الأوعية لدى بعض من تلقوه. مزاعم كانت كفيلة بإعادة الزخم لبعض أبرز نظريات المؤامرة الغربية التي رافقت إطلاق اللقاحات، ولعل أغربها وأرفعها مستوى كانت لرئيس البرازيل جاير بولسونارو، الذي رأى أن لقاح فايزر مثلا قد ينبت لحية لدى النساء ويحول الرجال إلى تماسيح. أما من أغرب النظريات المتداولة كذلك هو تسبب اللقاح بتغيير جيني لدى متلقيه، والتسبب بالعقم وزرع شرائح إلكترونية تتحكم بالبشر وانقلاب الهوية الجنسية وغيرها الكثير. الآن ينضم إلينا من بغداد الدكتور ماجد العاني الخبير في أمراض المناعة والفيروسات. سينضم إلينا هذا الدكتور ماجد من بغداد، لكن الآن معنا من ميشيغان البروفيسور علي فطوم الأخصائي في علم اللقاحات والأدوية والميكروبات والأستاذ في جامعة ميشيغان. دكتور علي أرحب بك، هل هناك إمكانية لظهور نظرية المؤامرة من جديد وأن كل هذه اللقاحات ستعود بالسوء على البشر وليس لفائدتهم؟ شكرا على الاستضافة وتحياتي. بالنسبة يعني لدينا الآن رصيد كبير جدا من اللقاحات ومن المعلومات ومن النتائج، ليس فقط في الدراسات السريرية وإنما أيضا في الحقل مع الناس العاديين بدون مزاولة أي نوع من التحديد الاشتراك، أي شخص بجيل معين بغض النظر عن خلفيته الصحية وإلى آخره شارك في هذه اللقاحات، وبالتالي النتائج التي نحصل عليها من الحقل هي نتائج ممتازة وتشير إلى سلامة هذه اللقاحات. الآن طبعا هنالك كثير من الناس يستطيع أن يستمر في عملية استعمال نظرية المؤامرة وطبعا الخيال الواسع، طبعا هذا الشيء ليس له أي نوع من الدعم من ناحية النتائج بالحقل أو حتى والدراسات. إذن الأبحاث تشير أن هذه جميع هذه اللقاحات وجميعها، أعني بالإضافة إلى الجميع يعني أسترازينيكا موجود بداخل هذا الإطار، جميعها أثبتت نجاعة هائلة وكاملة وأيضا نجاعة أمان ومن ناحية السلامة أنها سليمة جدا. وطبعا ما يحدث الآن هنا وهناك هي عوارض هي طبيعية. سنأتي دكتور إلى العوارض ولماذا حصلت ولماذا أيضا حصلت في بعض البلدان، هناك دراسات ربما متعلقة في الجو، لا أعرف يعني حضرتك تعرف أكثر سأسألك عن هذا الموضوع، ولكن اسمح لي أرحب بضيفي من بغداد الدكتور ماجد العاني الخبير في أمراض المناعة والفيروسات. دكتور ماجد أرحب بك، هناك حديث عن نظرية مؤامرة، هناك تسبب كما يقولون من تلقى أسترازينيكا، هناك أعراض بجلطات دموية وما شابه، هل هناك ربط؟ هل هناك خشية من أن لأن المدة قصيرة كانت لاختبار هذه اللقاحات جميعا فإن الأعراض الجانبية قد بدأت بالظهور الآن؟ دكتور ماجد هل تسمعني؟ نعم تفضل.
نعم أسمعك، الصوت واضح. نعم، الأعراض الجانبية التي تتكلم عنها كثيرة جدا، وهي أسوأ من الفيروس نفسه. يعني الفيروس لم يسبب كوارث التي سببها اللقاح. اللقاح يعني يحمل الكثير من السايد إفكت، وهنا نضع مجموعة أسئلة. السؤال الأول، هل تم عزل الفيروس؟ إذا تم، ما هي الأوساط الزرعية، ميديا يعني IMDM DMEM whatever، أعطيني الميديا التي استخدمت، ما هي خلايا الزرع النسيج، السيل لاين، تشو كالتشر، سيل كالتشر، أعطيني اسمها دكتور. من دكتور فضلك. دكتور لو سمحت لي، نحن حتى نتحدث يعني بلغة أبسط، لأنه هناك من يشاهدنا وليس له، أنا منهم ليس لدي اطلاع بمصطلحات الطب. نعم. السؤال ببساطة. نعم. الآن نعم سوف أشرح لك. نعم ببساطة. نعم. السؤال سوف هل لك. هناك سوف أشرح لك. نعم، ولكن اسمح لي فقط حتى أطرح السؤال. يعني تقول أن الأعراض الجانبية سايد إفكت أكثر من الفيروس نفسه، هل هذا يعني بأن هناك فعلا نظرية مؤامرة؟ هل تؤمن بها؟ نعم، الكوارث التي سببها اللقاح في إسرائيل باعتبارها أكثر دولة لقحت أفراد يعني من شعبها، الكارثة يعني يبدو أنها انتهت على أيدي محامين إسرائيليين رفعوا قضية على في محكمة لاهاي، قدمها المحامين الإسرائيليين لانتهاك الحكومة الإسرائيلية لقانون نورنبرغ. هذا القانون طبعا هو يعني مثبت معروف لدى العاملين في مجال اللقاحات، يعني الفحوى للشكوى التي قدمها المحامين هي ان تجربه فايزر في اسرائيل نفذت في انتهاك لقانون نورنبرغ، وهي جرائم ضد الانسانيه. تخيل جرائم ضد يعني الانسانيه. يعني ما الذي حصل لهم؟ وهؤلاء خل اكمل، انت تتكلم عن سايد افكت، اضرار جانبيه، والمحامين يتكلمون عن جرائم. اترك لي يا دكتور، اترك لي المحامين. تخيل. اترك المحامين، انت دكتور، ما الذي حصل للاسرائيليين بعد تلقيهم هذا اللقاح؟ الذي حصل كالتالي: شلل، اجهاضات واسقاطات، نزف، تضخم عضلات القلب، كاردياك هايبرتروفي، واضرار كثيره جدا. تمام، خلينا نتوقف عند هذه النقطه، هذه الاضرار الكثيره. دكتور علي فطوم، كيف تعلق؟ انا يعني كثير متفاجئ في هذا النوع من الاتجاه في التفكير. يعني الدكتور الان دكتور عربي في العراق، واول ما يستشهد به في كذبه تخرج من اسرائيل. لا يمكن أن نأخذ هذه الأمور بالطريقة هذه. قوانين نورنبرغ تمنع التجارب على البشر، وهي تجارب إجرامية وليست تجارب من أجل تطوير أدوية وتطوير لقاحات. ولذلك إذا كان هنالك مجموعة من المحامين الإسرائيليين الذين خرجوا في هذا الاتجاه، هذه قضية مختلفة. لم يكن هنالك حالة صعبة أبداً خلال وأنا طبعا إلى أهلي موجودين هناك، وطبعا أخذوا نفس اللقاحات. لا يوجد هنالك أي إشارة بأي مستشفى في أي مدينة أن هنالك عوارض جانبية كما يتفضل به الدكتور. ثانيا، هنالك أكثر من 50 أو 60 مليون في أمريكا أخذوا هذا اللقاح، وكما تعرف أنه في أمريكا إذا كان حصل هنالك أي عارض جانبي صعب، هناك يجب أن تقوم الـ FDA بأخذ الأمور وزمام الأمور لتكشف فيما إذا كان مرتبط باللقاح. إذن هذه اللقاحات جميعها هي لقاحات سليمة 100%. لا يوجد هنالك، طبعا هنالك عوارض لكل شيء، ولكن إذا الدكتور بدي يحكي في قضية أنه كيف من طور اللقاح أو كيف من رب الفيروس، طبعاً أن شلل الأطفال من سنوات 50 حتى اليوم. لا، ولكن دكتور علي، يقول الدكتور بأنه هناك حالات بعينها، يعني حالات بالقلب، بالشرايين، بالضغط إلى آخره، حصلت في إسرائيل نتيجة تلقي هذا اللقاح. إذا قد يكون هذا الخبر غير دقيق، ولكن هل فعلاً أي يؤدي إلى وجود مثل هذه الحالات؟ لا، حتى الآن لا يوجد أي نوع أو أي إشارة لأي عارض جانبي من هذا النوع، لا في إسرائيل ولا في غير إسرائيل. طيب. ومن جميع اللقاحات، وفي إسرائيل زي في أمريكا أخذوا لقاح فايزر بشكل موحد، يعني الكل أخذ لقاح فايزر. طيب دكتور، ولذلك يعني من الإشارات ومن المنشورات التي خرجت من تلك الدراسات، وخصوصا في نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن، ترى أن هنالك نجاعة بنسبة أكثر من 97%.
إذن من أين؟ وهذا رقم كبير دكتور جدا. دكتور ماجد أعود إليك من بغداد الآن، والحكومة العراقية تريد أن تستورد هذا اللقاح وتأتي به للعراقيين نتيجة ارتفاع الإصابات وهناك أيضا وفيات كثيرة. حضرتك كطبيب مختص، هل تقول للحكومة العراقية لا تستوردي هذه اللقاحات؟ شكرا جزيلا لسؤالك، بس أصحح معلومة بعدين أجابك على سريعاً السؤال. المعلومة هي هو يقول لم تسجل عوارض، نعم سريعا، هو يقول لم تسجل عوارض، بالإمكان الرجوع إلى reporting system اللي هو vers.hhs.gov مصدر تابع للCDC الأمريكية، بما أنه في أمريكا في ميشيغان المركز قريب جدا عليه، ولينظر إلى حجم الوفيات، 4% وفيات فايزر بالنسبة للإصابات الفيروس، 1% الوفيات بسبب اللقاحات أكثر من الوفيات بسبب الفيروس نفسه، هي أسوأ من الفيروس، هذه نقطة. أما غيليان بيري سيندروم وحالات الشلل الرعاشي، يعني حالات كثيرة جدا، كل الحالات تم توثيقها في موقع اسمه vers.hhs.gov. إذن خلي يراجع هذا المصدر، وأي واحد يدقه بالإنترنت يشوفه. هذا جوابنا. أما بالنسبة للحكومة العراقية، دائما تسحبوني للكلام بالسياسة. مو سياسة. لا دكتور مو سياسة. نقول الحكومة العراقية مثل باقي الحكومات تريد تجيب هذا اللقاح لمواطنيها. أنت كدكتور مختص راح تقولهم جيبوه ولا تنصحهم تقولهم لا جيبوه لأنه حيسبب مشكلة؟ أخي العزيز، أنا نصيحتي للحكومة العراقية، نحن لا نسير عكس التيار، نعم جيبوه لأنه هو أصلاً مفروض علينا، مو بكيفنا أخي، إحنا ما نقدر نعارض الحكومات والدول العظمى، مو بكيفنا جيبوه، ولكن لا تعطوا شعبكم، فيكون جواب للدبلوماسي مثل سؤالك الدبلوماسي. يعني أصرفوا مال على هذا اللقاح جيبوه للعراق وبعدين لا تعطوه للمواطنين لأنه سيسبب مشاكل للمواطنين. هنا في الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون فرد تم تلقيحه باللقاحات، لم تحصل أعراض مثل ما تتفضل حضرتك، شنو تفسر هذا الشيء؟ ما قال لك هذا الكلام، لم تحصل، هذا الكلام غير صحيح، لم تحصل. يلا قل لي الكلام الصحيح أخي. راجع الموقع vers.hhs.gov، ستجد الكوارث أخي. لا يمكن إهمال هذا الموقع، هذا الريبورتنج سيستم فتحته CDC، أي شخص يعاني من سايد إفكت يروح يسجل ويوثق، يعني يعرض على لجنة كوميتي، هذه اللجنة تقرر هل هي فعلا ناتجة عن اللقاحات أم لا. للعلم النرويج 23 حالة وفاة، ألمانيا 10 حالة وفاة، بريطانيا 143 حالة وفاة، ليس سايد إفكت، وفيات يا أخي، وفيات، فكر بالأمر جيدا، وفيات. دكتور علي فطوم يقول أن الكلام ليس صحيحا بأن 100 مليون من الأمريكيين تم تلقيحهم ولم تحصل أعراض جانبية، ويدعو إلى مراجعة هذا الموقع. ما أهمية هذا الموقع بداية، وحضرتك أيضا طبيب ومختص وتعرفه لا شك، وأيضا ماذا عن مثل هذه الأخبار إذا ما تم تداولها؟ يعني الدكتور العاني دكتور واحد، أنا كان لي لقاء مبارح مع حوالي 150 طبيب من جامعة المثنى في العراق، وتحدثنا عن اللقاحات المختلفة، لم يأتي أحد منهم بأي سؤال من هذا النوع الذي تفضل به الدكتور العاني. لذلك النقطة الأخرى، أنا بشتغل في قضية اللقاحات، تطوير اللقاحات لمدة أقل 30 سنة، وإلي علاقات في الـ FDA، وعملت في الـ FDA لمدة سنتين، وبعدين عملت أيضا في مؤسسات أخرى زي الـ NIH. الرقابة الموجودة في الولايات المتحدة هي ليست دولة من العالم الثالث أو دولة فقيرة، وإنما هي دولة ذات مؤسسات، وهذه المؤسسات فوق المؤسسات السياسية، وبالتالي لا يوجد هنالك أي فرض على الـ FDA والـ CDC من التعامل مع قضايا من هذا النوع. هذه قضية أساسية، وأعتقد أن الدكتور العاني يجب أن يعيد النظر في مثل هذه الأشياء التي أظهرها، وهي أن هنالك كذا وهنالك كذا. لم يحدث هنالك، حدث 6 حالات وفاة في دراسة فايزر، 4 منها كان في البلاسيبو واثنين كانوا في اللقاح. هلا السؤال هو، عندما تأخذ أنت 44,000 شخص مدني لمدة 3 أشهر، هل يمكن أن يكون هنالك حادثة وفاة واحدة أو 2 أو 10؟ ممكن. لم يكن هنالك أي علاقة مباشرة ما بين اللقاح وبين الوفيات التي كانت في دراسة فايزر كما أعلن.
طيب دكتور فطوم، أنا أريد أيضا أن أسألك بما يخص اللقاحات في العراق، باعتبار أن ضيفي الدكتور ماجد أيضا من العراق، هو يقول على الحكومة أن تجلب هذا اللقاح ولا تعطيه لمواطنيها، حضرتك ماذا تقول؟ أقول أن العراق دولة ذات سيادة، دولة لها تاريخ، ليست دولة تمر في مراحل كثير صعبة، ولكن يظل العراق عراقا، بمعنى أن هنالك مؤسسات صحية وهنالك باحثين وهنالك أطباء وهنالك مختصين في وزارة الصحة وأيضا في جهاز الصحة العام. لا يوجد، لا أدري من أين يأتي الدكتور العاني مثل هذا. زي ما حكيت لك، اللقاء اللي أنا كان إلي كان مع رئيس الصليب الهلال الأحمر العراقي قبل شهر، وامبارح البارحة كان لقاء مع كلية الطب وأساتذة كلية الطب في جامعة المثنى. فإن كان هنالك أي نوع من هذا التفكير في الشارع العراقي، فأنا لم أسمعه البارحة من حوالي 150 أستاذ وطبيب وعميد جامعة. إذن السؤال الأساسي هو أنه الدكتور العاني، بطلب منه بشكل شخصي وأخوي يرجع يراجع هذه الأمور ويتفضل يبعث لي أي شيء بده إياه، أنا مستعد أعطيه كل البلاغات وكل الدراسات وكل النتائج التي حصلت في الدراسات السريرية. لن يعتمد أحد على جريدة أو على مراكز معينة، لقد خرج مجموعة من الأطباء. هذه نقطة دكتور فطوم، بأن يكون هناك لقاء بينك وأيضا بين دكتور ماجد العاني، أرجو أن يتم فعلا هذا اللقاء ونبلغ بنتائج مثل هذا اللقاء. أشكركما شكرا جزيلا. انتهى الوقت المخصص لهذه الفقرة من بغداد. دكتور ماجد العاني الخبير في أمراض المناعة والفيروسات، ومن ميشيغان البروفيسور علي فطوم أخصائي في علم اللقاحات والأدوية والميكروبات وأستاذ في جامعة ميشيغان، شكرا لكما.